طب جميل في الدولة. يعني قانون آخر حضرتك تحدثت عنه من القوانين اللي أثارت يعني ضجة وجدل كبير، قانون حق التظاهر، يعني هل حضراتكم مع الإبقاء على هذا القانون بوضعه الحالي أم تعديل هذا القانون؟ خاصة أن البعض بيرى أنه هذا القانون الدواعي الأمنية الموجودة في مصر دلوقتي بتستدعي أنه يبقى كما هو. في المقابل مثلا كان ضيفي أستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب قال إحنا لو هنغير أو نعدل في هذا القانون إحنا هنغلظ هذا القانون. لا، هو طبعا فيما يخص قانون التظاهر يعني في عدة نقاط مرتبطة به. أولا هو عدم مناقشته في ضمن القوانين دي، لأنه طرحوا فكرة أنه أقر في مرحلة انتقالية ليس في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن أصدره الرئيس عدلي منصور، وهي مرحلة انتقالية تشبه إلى حد ما المرحلة التي تولى فيها المجلس العسكري، فبالتالي هو لا يخضع لأنه من ضمن القرارات بقوانين. لكن هو القانون زي ما احنا عارفين موجود في كل دول العالم، قانون لتنظيم التظاهر بيحدد الحقوق والواجبات. هذا القانون تضمن نقاط كثيرة ربما لا يكون هناك عليها خلاف، لكن هي في بعض النقاط بالفعل كانت القوى السياسية أو بعض القراء اعترضوا عليها، بمعنى أنه لا تكون الداخلية هي الفاصل، إذا حصل اعتراض يكون القضاء هو القضاء المستعجل هو الفيصل في هذا، لكن فكرة تقديم طلبات يعني فكرة وضعه في أيدي وزارة الداخلية ربما يجعل هناك مخاوف من تجاوز استخدام السلطة. فكرة أنه هو أن قانون وكل دول العالم وأن هناك ظروف أمنية وغيره، ما حدش بيتكلم على أنه أن دول العالم لديها هذه القوانين. الحقيقة أنه القوانين في الدول المتقدمة كلها تقديم طلب بالتوقيت بالمكان بالموضوع بكل هذا بيتحدد الوقت وغيره، عدم تجاوزه ده مهم، لا تجاوز في أماكن معينة. وإحنا شفنا حتى اللي كانوا بيتظاهروا ضد الرئيس في بعض الزيارات الخارجية أو غيره كان بيبقى محدد لهم أماكن وتوقيتات ولا يخرجوا عن نصوص معينة أو يحاولوا الاعتداء أو استخدام الأيدي أو استخدام العنف. يعني كل هذه الأمور يعني شائعة جدا في العالم، لكن زي ما احنا قلنا انه دي مرحلة صعبة ومرحلة انتقالية وفي شهد دايما شد وجذب. هذا الشد والجذب يحتاج دائما الى زي ما انت قلتي اللي هو تسويق هذه الافكار، بمعنى انه بنطرحها للنقاش العام، بنطرحها الافكار، لانه احنا فاكرين كويس جدا انه مجلس الشعب في 2012 اللي هو كان اغلبيته من الاخوان حقيقه ان هو عمل قانون لتنظيم التظاهر، ويعني صدر يعني عدم حكم المحكمه بعدم دستوريه المجلس في هذا الوقت. لكن القانون كان وحتى الحجج والكلام وان كل دول العالم، الرد دائما انه ثوره 25 يناير قامت بالتظاهرات ده صحيح. طب ما هو اذا الشعب كله غاضب وسيخرج لن يستاذن، لكن الحقيقه اذا فئات معينه من المهم ان تكون قادره على انها تحصل على اذن وتنظم نفسها بشكل جيد. في نفس الوقت يجب النظر الى هذه النقاط، لكن هذا الامور يمكن تقديم هذه. اولا اي قانون موجود يمكن تعديله، وهناك جهات ينص عليها الدستور يمكنها أن تقترح إما قوانين وإما تعديل القوانين، وبالتالي فقانون التظاهر من المهم أو من المتوقع أن هناك نواب وأعلنوا عن ده بالفعل أن هم سيتقدموا بتعديلات أو بمطالب تعيد صياغة هذا القانون بحيث أنه يكون في توازن في السلطات التي تسمح أو ترفض التظاهر، منها مثلا أنه ما تبقاش الداخلية الطرف الوحيد الذي يحدد نعم ولا، لكن يكون لها رأي وهذا الرأي يذهب إلى القضاء وفي هذه الحالة القضاء يقضي. هذه الأمور موجودة في كل دول العالم منظمة، لكن نحن في مرحلة انتقالية في مسألة دايما شد وجذب وعصبية وتصورات مختلفة، في شائعات، في أمور، كل هذه الأمور تحسم بدرجة ما من الشفافية والنقاش والقدرة على طرح هذه الأفكار بشكل يسمح للمجتمع بإبداء رأيه.